النار دمرنا والله العظيم بقاو فينا. شنقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله وصافي حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قدتش نطرح، حنا اليوم مدمرين بزاف. اول حاجه على خوتنا وحبابنا اللي وقعت لهم هذه الحادثه، كنقولوا له الله يشافيكم واللي مات الله يرحمه، ومدمرين بزاف بزاف بزاف. هاد السيد ظلمنا بزاف بزاف وتعدى علينا، حنا ما طلبنا منه والو، حنا التصالير 170 الف فرنك ما كافيناش ما كافيناش وما قدناش. خلي عنده الكرا، اللي عنده الماء عنده الضوء، والمعيشة غلات بزاف.